هذا أمور غنيت عليه، هذا باركور ما نسمح فيه، هذا غالي جمهور ليفير يتغنى بكبير وصغير. هذا أمور غنيت عليه، هذا باركور ما نسمح فيه، جمهور ليفير فير ديال جوار وسبورتير. حاربنا على شلال وحشلينا المدون، بسطر دو دير في بالك ما يخلانا قانون. لاقير على شلال وحالف جامين خون، تلقيني كخيالات حبك راني مجنون. مون امور ونزيد واخد ديسكون سبعيد ريزن ايشاك فبارتشي تلقاني دير العيد. مرة هفيو مرة ترافيك واشي بعدني عليك، خضرة وبيضة نبغيك في دوان وبلابيك. مون امور مون امور مون امور يا لسعة. واش لافامي، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في مدينه جديده، مرحبا بكم في كازا بلانكا وبالضبط امام مسجد الحسن الثاني. لقيتوني يلاه وصل دوال كازا. هذه شحال نستنى في هذا النهار، جيت اليوم باش نتفرج مقابله تاع الرجاء البيضاوي في مركب محمد الخامس. صراحه هذه شحال وانا نحلم بهذا النهار. واليوم الرجاء لعبه مع هلال القدس الفلسطيني. بالمناسبه مرحبا باشقائنا الفلسطينيين في بلدهم الثاني. حنا عارفين الشعبيه تاع الرجاء في فلسطين وفي الدول العربيه اون جينيرال. المهم خوتي كيما قلت لكم يلاه دابا وصلت لكازا. البارح كنت في وجده، جيت نشوف لافامي ديالي. هذا النهار التالي ديالي في المغرب. اليوم غادي نفوت النهار هنا في كازا ومن بعد نمشي نتفرج في الماتش ديال الرجاء مع هلال القدس الفلسطيني. دابا غادي نكملوا الفيديو ديالنا. من بعد ما ضربت دوره خفيفه في مسجد الحسن الثاني وفطرت، دخلت للوطيل ضربتها بواحد النعسه مع تعيان. سافرت في الليل وصلت لكازا في الصباح وتعيان مسخسخ، ضربتها بنعسه ودابا نوضت ضربتها بسدويشه ولبست التريكو ديال الرجاء. دابا راه الجوج غادي نخرج الماتش مع التمنية، ولكن التيران ديال محمد الخامس ديما كيكون عامر ملي تلعب الرجاء والجمهور كيجي ساعات طويلة قبل اللقاء. داكشي علاش دابا غادي نخرج نمشي نقصي ونمشي للتيران. خصني نوصل تما مع جوايا الخمسة ماكسيموم باش نشد بلاصة مزيانة. يلا خليكم معايا باش تشوفوا أجواء مقابلة الرجاء وهلال القدس الفلسطيني. وختي معانا بركة، ديت واحد الصوم مع الفريق نعم ونعالجو ونمشيو لمركب محمد الخامس باش نعيش هذا الماتش اللي شحال نستنى فيه. هادي سيدين ونستنى في هاد اللحظة اللي غادي نوقف فيها حدا دونور ونتفرج شي ماتش ديال الرجاء. وان شاء الله الماتش اليوم غادي يكون زاهي زاهي، خصوصا مع الفلسطينيين فريق هلال القدس الفلسطيني. ان شاء الله الليلة غادي تدوز زاهية. دابا راه الربعة، باقي واحد 4 سوايع يبدا الماتش. الرجاوي مداوي يجيو بشوية بشوية. مرحبا بكم بيا في دونور ملعب ديال الرجاء. هنا غادي تلعب الماتش ديال اليوم مع هلال القدس الفلسطيني. هنا غادي تغنى رجاوي فلسطيني من بعد 5 شهور ما خرجات. ان شاء الله اليوم غادي يعمر التيران. هذه اللي كنت تشوفوها مورايا هي الكورفا سود، هنا كيكونوا لي زيوترا. Yeah.
Oh!
فوالا وصلنا التالي ديال هذا الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم. كما راكم تشوفوا راني في بلجيكا، رجعت من المغرب، جلست مع يومين، ولكن الصراحه ما ندمت على الديبلاسمون حتى لكازا باش نشوف احسن جمهور وباش نعيش احسن تبوريشه واحسن امبيونس عشتها في شي ملعب ديال كره القدم. الصراحه الجمهور ديال الرجاء نساني في كاع داكشي اللي شفتو قبل في كره القدم، بالنسبه ليا هو الجمهور الاول، وديما ديما رجاء، ونشوفكم في مناسبه اخرى ان شاء الله.